بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. أولا بتأسف لأني طبعا معلش أنا كنت مسافر فما لحقتش أنزل البرنامج أو تكملة البرنامج الأول في الميعاد بتاعه، ولكن خير إن شاء الله. احنا كنا اتكلمنا لحد اليوم السادس عشر اللي هو اليوم الستاشر، تمام، اللي هو كان يوم المفروض يكون يوم الاربع اللي فات، النهاردة الحد، يعني فوتنا ثلاثة اربعة ايام ان شاء الله ملحوقة باذن الله تعالى. برضو اليوم زي ما الجدول عاملينه زي كل مرة، اليوم الاسمدة المركبة اللي بيستخدمه الناس اللي هي مبسوطة وحالتها كويسة، يعني والناس بتستخدم أسمدة المركبة، والناس زي حالاتي كده على باب الله بتستخدم الأسمدة الأحادية. المهم اليوم السبعتاشر هنحط زي ما قلنا برضو للبيت أو الألف نبات، بنحط لهم 150 جرام هيوميك أسيد، وفي الأحادي برضو بنحط الهيوميك أسيد، وقلنا الهيوميك أسيد أساسا عشان نظبط بيه التربة بتاعتنا وال ال ال ان التربة تكون نشطة كيميائيا، يعني القوام بتاعها لو كانت ارض رملية بيتعدل باضافات الهيوميك اسيد، يعني بيسر كتير من العناصر، يعني بيقولوا في قصص وروايات قد تلاحظها بنفسك وقد لا تلاحظها على حسب المصدر اللي انت مستخدم منه الهيوميك اسيد. انا عن نفسي بستخدم الالماني وده كويس. عموما الهيوميك اسيد يا جماعة مش هيجيب نتيجة النهاردة، يعني تمام انسى الكلام الفاضي اللي بيتقال ده. الهيوميك اسيد على المدى البعيد بيجيب نتائج وبيظبط التربه بتاعتك بحيث ان هي تبقى كويسه جدا وممتازه، تمام. اليوم ال 18 بنحط كيلو 20 20 20 زائد كيلو عالي فوسفور، طبعا في المرحله ده هي بندفع بنمو خضري وبنمو بنجهز الجذور بتاعتنا نمو الجذري يكون كويس، وبنأهل النبات ان يحصل فيه تزهير بعد 10 ايام من الوقت ده. يعني انت عندك اليوم ال 18 المفروض اليوم ال 28 اليوم ال 30 يكون عندك تزهير، تمام. عندي اسمده احاديه طبعا بتستخدم كيلو ونص نترات نشادر برضو كالعاده اهوت، وابتدينا نحط كيلو عالي فوسفور او تحط حمض فوسفوريك او تحط الماب او اي حاجه عندك تحطها. ولاحظ ان الكلام اولا يا جماعه هو مش قران، ثانيا القصه مش بالدقه اللي انتوا واخدينها او اللي بيدعيها المهندس الزراعي، تمام. الارض فيها تغيرات لا يعلمها الا الله، الارض فيها تغيرات، التربه نفسها فيها تغيرات تحت النبات او في مشاكل ما بين النبات وبين التربه، ساعات يتفقوا مع بعض وساعات يختلفوا مع بعض على حسب. فاوعى تفتكر العنصر اللي انت بتحطه ده يعني انت بتحطه بالكاف والنون يعني كون فيكون، لا، القصه فيها حاجات كتيره، ولكن انت بتتوقع ان الوقت ده هو المفروض يكون عندي كذا، فهمني عشان بس ما حدش يضحك عليك. اليوم العشرين بنحط كيلو ونص كيلو جرام مغنيسيوم، في الاثنين برضو سلفات المغنيسيوم او لو في نترات مغنيسيوم ما فيش اي مشكل خالص. اليوم الحادي والعشرون اليوم الواحد وعشرين يعني عندك ثلاث اسابيع يا زول او يا زلمة او يا راجل، عندك بتحط كيلو 20 20 20 زائد كيلو عالي فوسفور، برضو بنكرر نفس القصة، تمام. بنحط بعد كده في الأسمدة الأحادية بنحط 1.5 كيلو نترات نشادر زائد كيلو عالي فوسفور، برضو الملاحظ ان احنا ماشيين على المجموع الخضري وماشيين سيادتك على عالي الفوسفور عشان الجذور، تشكل الجذور في الوقت ده هوت، وان احنا قلنا ان النبات لازم ياخد احتياجاته من الفوسفور، اكتر من 70% من احتياجاته في الفوسفور احتاجها في الفترة الاولى من حياته، تمام. عشان كده دايما بنضيف الفوسفور يعني في الاول يعني، تمام. اليوم ال 22 100 جرام عناصر صغرى من اي مصدر، انا عن نفسي بفضل تريد كورب شركه محترمه وحاجه محترمه جدا يعني. ممكن ما تحطش عناصر صغرى، ممكن تضيفها رشا على الاوراق
ولكن انا في الخيار ما بفضلهاش رش على الاوراق، لان هي يعني بتبقى مخلبه مع احماض امينيه، ومعظمها طبعا بيعمل لي مشاكل في حاجه يا جماعه، ان النبات بيطول مني بسرعه. خد بالك في اللي احنا بنقوله ده، لازم تمسك النبات بتاعك ماسكه كويسه ماشي، يعني مش على طول شغال ميه مع، لا اهدى في الميه شويه عشان الامور تبقى معاك كويسه. ممكن تشغل التبريد بالليل لو انت عندك تبريد عشان الخيار ما يجريش منك. احنا في شهر 11 دلوقتي والجو برد بالليل، ممكن تشغل التبريد بالليل. جنان جنان، بس ده اللي احنا بنعمله يعني عشان نوقف النبات شويه، او تسيب البيت بتاعك مفتوح ما يتقفلش البيت لحد دلوقتي عشان الريتم بتاعه ما يبقاش سريع والساق ما يبقاش رفيع معاك. تأكد ان ما علينا، نبقى نعمل لها فيديو تاني. الرابع والعشرين او العشرون، 1.5 كيلو نطرات كالسيوم. زي ما قلنا ما تنساش نطرات الكالسيوم كل اسبوع، ما تنساش الهيوميك اسيد كل اسبوع، ما تنساش يوم مية صافي كل اسبوع. ادي 3 ايام في الاسبوع راحوا منك اهو، تمام. اصل يقول لك ايه ده احنا بنسمد كل يوم، انت ما بتسمدش كل يوم، انت هتتجنن. انت عندك الهيومك ده اساسا حاجه بتتحط وخلاص، الميه الصافي ده ريحك من يومين، والكالسيوم ده شر لابد منه او خير لابد منه، فاهمني؟ حط بعد كده يعني حاجات بسيطه بكميات بسيطه بس كل يوم، تمام. يعني انا ما بموتكش، بدل ما كل يوم، بدل ما اقعدك طول الاسبوع ما تاكلش لحمه واجي لك يوم كده اضرب لك 2 كيلو لحمه تقوم جاي لك تخمه تروح فيها، لا احنا بمشيين مع النبات واحده واحده، تمام يا زول. حياكم الله. يوم 25 هيومك هو التاني، كررنا. انت لو مسكت الجدول كده هتحس ان فيه فعلا لمسة جمالية، وان فيه حد فعلا حاطط الكلام ده هوت على علم، مش حاطه عمال بيهزر شوية كده شوية كده. ما بشكر في نفسي، بس دي الحقيقة. يعني لو مسكت كده وقعدت تشوف الدنيا ماشية ازاي، هتلاقي ماشي كويس معاك. اليوم 26 هتلاقي مية صافية، هتلاقي مية صافية، نفس القصة بتتكرر وبتعيد نفسها، القصة الرخمة. الهيومك بعد كده الماء الصافي بعد كده الكالسيوم، هيومك ماء صافي بعد كده نطرات الكالسيوم، دول ثابتين يا جماعة، ثابتين ثابتين ثابتين. طب الماء الصافي ايه؟ ربما النبات يكون فيه مشكلة في التربة بتاعته، ربما يكون عنصر ناقص، ربما يكون فيه حاجة مش مظبوطة، فشوية المية دول بعدلوا لك العلاقة او الريليشن شيب ما بين النبات والتربة، تمام. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحاول برضو عشان ما أوريك الخيار وصل عندنا لدرجة إيه. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.